السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معك أحمد محفوظ موقع إلكتروني، واليوم راح نسوي انبوكسنج لجهاز ديل XPS وهو جهاز ألترا بوك الجديد من شركة ديل. طبعا مراجعة راح توفر على موقع إلكتروني أو راح تعرض على موقع إلكتروني وقناتنا في يوتيوب قناة إلكتروني بعد قليل. لكن قبل هذا ما قلنا لكم نبي نسوي لكم انبوكسنج وفتح لعلبة الجهاز. طبعا عبة الجهاز زي ما انتم شايفين لونها أسود جميلة جدا وعليها شعار ديل وشعار الموديل نفسه XPS. خلينا نبدأ نفتح العلبة. هذا الشيء، هذه علبة الجهاز اللي فيها الجهاز فعلا. هنشوف شيء بعد. هذا شيء حق الروائح اللي يجي موجود طبعا متعودين عليه. اوكي فضينا العلبة كذا، باقي القطعة الثانية السفنجة هذه زي هذه. الان راح نفتح هذه العلبة نشوف ايش فيها. اوكي فيها سلك الكهرباء الجهاز. يبدو الجهاز يشتغل على كم؟ الجهاز يشتغل على اوكي مو لازم بعدين نشوف. عندنا هذه علبة الجهاز. اوكي شيء فخم، خلنا نوريكم اياها. هذا هو الجهاز نفسه انتم شايفينه هنا، جدا نحيف. هذا هو، خلنا نشوف تحته وش يجي. اوكي قرطاسة ثانية، هذه الكتيبات تبعه. هذه الديسكات. خلصنا كذا. إذن انتظروا مراجعة الجهاز بعد قليل على موقع إلكتروني وقناة إلكتروني.